وللمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة إكسترا نيوز أسماء خليل. أسماء، بعد التحية، حدثين عن آخر المستجدات وما زالت عمليات التبريد بعد اندلاع هذا الحريق ومحاولة الإطفاء والإطفاء بكامل هذا المبنى، مبنى مديرية أمن الإسماعيلية. نعم جاكلين، تمكنت قوات الحماية المدنية بالفعل بالاشتراك مع القوات المسلحة المصرية من السيطرة على الحريق بالكامل، ويتم الآن عملية التبريد للمبنى بالكامل من الداخل والخارج. وعن تفاصيل الحادث، يعني اندلع الحريق في الساعة 3 صباحا اليوم، وقامت وزارة الصحة والسكان برفع حالة الاستعداد في جميع مستشفيات محافظة الإسماعيلية لاستقبال أي من المصابين جراء هذا الحريق، وأيضا دفعت ب 50 سيارة إسعاف لموقع الحريق، وتمكن المسعفين من نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق. وأيضا أشار بيان وزارة الصحة منذ قليل إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية بالكامل. الآن المشهد الأول أمامي في موقع الحريق هو تواجد عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية لمتابعة عملية التبريد التي تتم الآن بمعرفة رجال القوات المسلحة المصرية وأيضا رجال الشرطة والحماية المدنية. وعن الجهود التي تمت منذ اندلاع الحريق، كانت جهود يعني مشتركة ما بين رجال الشرطة ورجال الجيش وأيضا شعب الإسماعيلية الذي شارك أيضا في المساعدة في إخراج عدد من العالقين والناجين من الحريق إلى سيارات الإسعاف. يعني مشهد في الإسماعيلية العام الصورة حزينة، الجميع يعني يترقب عملية البحث التي تتم الآن داخل المبنى للتأكد من وجود أي من الأشخاص داخل المبنى من عدمه. يعني الآن نتابع عملية التبريد التي يقوم بها رجال الشرطة المصرية ورجال القوات المسلحة المصرية. نعم أسماء خليل، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل، وما زلنا سنكون معك على مدار الساعات المقبلة لمتابعة كل المستجدات. شكرا جزيلا، كنت معنا من الإسماعيلية.